شمس الدين إبراهيم الإعلامي، إحدى الوجوه البارزة في الحراك، ظهر في مدينة برج بوعريريج اللي كانوا فيها شباب من ضمنهم إبراهيم الإعلامي، حولوا مدينة برج بوعريريج إلى عاصمة الحراك لمدة معينة. يعني كانت المدينة قوية، كانت فيها يعني الخروج الحراك أكثر من كل مدن جزائرية، لدرجة أنها سميت عاصمة الحراك. واحد الناشطين فيها هو إبراهيم الإعلامي. لما انتهى الحراك، إبراهيم الإعلامي ما حبطش يديه وبقى يناضل. دخلوا للحبس، دخلوا خالته للحبس، دخلوا بابها للحبس، ما قدروش يسكتوه ولا يسكتوا العائله ديالو. وبقى يصور بيجول ورافع رايه الحريه ويواجه في قمع العصابه. ما قدروا يشروه، ما قدروا، كما شراه واحد الرخيص اللي راهو بعثوهم بعد فرنسا وجا باش يفتح شان يوتيوب يتهجم على الرجال على الاحرار. هو والاحرار اللي كانوا ساندوه لما كانوا نيتهم عم بيرم صح، هذا مناضل ما كان في سياره او ذا يجري يقول لهم يتبعوا فيها المخابرات، ما يتبعوا فيها المخابرات. وهي الحكايه كلها كانت مخدومه، انه بعد دخلوه الحبس باش جسس على المعتقلين اللي كانوا ليه. بعد لما تلقوه حطوه في بابور وبعثوه لفرنسا، ولما فرنسا لعبها حراك. وهذا من الناس اللي خدعوا إبراهيم الإعلامي. إبراهيم الإعلامي اليوم راه ما بين الحياة والموت. علاش؟ لأنه منذ يوم 3 أوت الماضي، يوم ما تم النطق بالحكم عليه بثمانية سنوات سجن وغرامة بمليار سنتيم، حكم نطقت به محكمة الخروب في ولاية قسنطينة، بعد ما كانوا وقفوه في مدينة تموشنت في 2022 بالتحديد نهار في نوفمبر، في منتصف نوفمبر 2022 في تموشن، توقفوه أعوان سيفيل مدنيين وداوها للجزائر، ومن الجزائر دار قسنطينة من قسنطينة الخروب. واش التهمة اللي داروها له؟ الاتجار بالمخدرات، يبيع في لادروغ. أمام المحكمة إبراهيم الإعلام مطينا تاع الرجال اللي ما يرضخوش. القاضي اللي يتهم فيه اللي يبيع في الزطلة، يبيع في المخدرات، قالوا كي رفضت نبيع الوطن تهموني بلي نبيع في المخدرات، إنه حبوه يبيع الوطن، لأنه جميع من يمشي مع هالعصابة راح يبيع الوطن، خاين راح يكون. حكموا عليه بثمانية سنين بعد ما كان طلبوا له 15، مع العلم أنه رئيس العصابة والعصابة اللي حكموهم اللي هما صح يتاجر بالمخدرات، قالوا لهم ما نعرفوش هذا الشخص، ما نعرفوش، حبوا يدخلوه معاه، حطوهم معاه، ما هي سبيسياليتي تاعهم. حتى صدق انا في مارس 2021 لما حطوني ارهابي، جابوا واحد اسمه منصور يقدر، جابوا ايكيب وكامل وقالوا بلي راه معاهم هشام عبدون، ما نعرفوش، سيبوني عفسه اخرى، حطوني في الماك، حطوني في جهه اخرى. جيت حطيت قريب لي راك فينا، كيما دار بعد كيحطو في القائمة تاع الإرهاب يقولك راهو في رشاد.
ما عندي حتى علاقة برشاد باستثناء العلاقات الشخصية، علاقات صداقة وعلاقات أخوية مع إخوان ليس كأعضاء رشاد، إنما كمناضلين لا أكثر ولا أقل. وحتى رشاد نهار اللي أسسوها كانوا دايرين فوروم في بعض الأنذان طاحين علينا تقول هذا هو النظام، طالبين حتى قتلي، وهذا يدعي انهم مناضلين تاع رشاد. خلينا البحر يعني باش نبين بلي كيفاش يجيب واحد ويحطو يلصقوه فينا. هكذا جابوا ابراهيم العلامي ولصقوه في هذا البوندا تاع اللي يبيعوا في المخدرات. النظام تاع ولاد حرام تاع الصح، النظام تاع ولاد حرام تاع الصح. ابراهيم العلامي اليوم يعني دخل في اضراب على الطعام منذ 3 اوت. نهار 21 اوت مشاو للمحامين ديالو طلبوا منه باش توقف، وقال يا ولدي عسى، قال والو انا ماشي موقف. راح له باباه طلب منه وترجاه باش يوقف، قالوا لا، قالوا هذا منعوني باش ناضل بالكلمه، ناضل بمصارني. نظن الناس اللي خرجوا في الحراك بإيمان أنه لابد من إسقاط النظام، الناس هادو نظن من الشهامة من المروءة يقدرش تخلاو على هذا الرجل، كما يقدرش تخلاو على كل المساجين السياسيين. هذه فرصة باش ما يخلوش هذا الرجل يموت في السجن. واش بغيتوه يموت في السجن وتبقاو ساكتين؟ الصمت هنا ولا شراكة، الصمت ولا شراكة في الجريمة. لابد من تجنيد قوي للإخوان يخرجوا ثقافات احتجاجية أمام سجن قسنطينة. نهار 21 سبتمبر باش يعملوا الاستئناف، حاكمة الاستئناف تمناو ناس تخرج بكثرة وما يخافوش البوليسية، لأنه لما تخرج في عدد هائل عدد كبير كما صارت في فيفري 2019 والبوليسية اوتي ديباسي ما صابوش روحهم، نظام هلع وخلع وعادوا ياكلوا في بعضهم، نقدروا نديروها مرة أخرى. إنه مش ممكن نبقاو ساكتين على إبراهيم العلامي. إبراهيم العلامي اللي تتهموا بالاتجار بالمخدرات لأنهم هما تجار الكوكايين، شو كما يحشموش تجار الكوكايين؟ يتاجر بالكوكايين ويتهموا مناضل من أجل الجزائر يتهموه بالاتجار بالمخدرات. نتمنى أنه الإخوان يخموا مع روحهم، نساو الرجال، نخموا مع روحنا مليح. قال هل عندنا وجه وعندنا ضمير يسمح لنا باش نخليو هذا الراجل في زهرة شباب، خلوه يموت من إبراهيم الإعلامي معول عليها. ما كانش انتحار في السجن، كان اغتيال. إذا ما قدر الله هذا الشيء ما تمناهولوش، احنا ماذا بينا انه إبراهيم العلامي يعيش ويشوف حلمه يتحقق، جزائر حرة مستقلة ديمقراطية، هذا حلم إبراهيم العلامي وحلم الملايين من الجزائريين انه يعيش. ما في حال لا قدر الله فارق الحياة نتيجة هذا الإضراب عن الطعام، يعتبر اغتيال من طرف
النظام المجرم اللي لا هو لا الإعلام تاعو لا الأحزاب السياسية ولا أحزاب المعارضة تاع بنغرينا ومقري ناتو ما تكلموا عليه ما تكلموا عليه. نتمناو تكون فيه هبة شعبية لإنقاذ أحد الوجوه البارزة وأحد المؤمنين الصادقين بالجزائر، مؤمن بالجزائر، بجزائر حرة ديمقراطية. نتمناو تكون فيها هبة نهار 21 سبتمبر من الآن، الناس تشرح وخلي الطبالين اللي يطبلوا للمخابرات ويطبلوا ربي سهل عليهم. فوالا نشوفوا الان هاد الطبالين تاع المخابرات شرام يديروا.